صحيح. شفت البرومو حقه هنا مو جميل. طبيعي، شغل جديد، هوية جديدة، شيء مو طبيعي، أسأل الله أن يرفع قدرهم. خلونا نروح نشوف برومو فيلم نص معلوم، مسلسل ضد معلوم. مسلسل ضد معلوم. نعم. إيه؟ نص، أنا وراينا والله ما أدري، واضح الإجازة هي يلا خلينا الإجازة. نشوف. يلا ضد معلوم يلا. أنا عايش سياسة الجراج. امشي واركب ياه. إيه يا باشا؟ في إيه يا باشا؟ البضاعة اتحرزت والأوراق كلها باسم أبوك، يعني الموضوع خلصان. اللي حرق مكتب عادل واللي بلغ عن الشحنة الفاسدة بتاعتي هو شخص واحد. نزل لي قاسم بيه. محكمة! قول والله العظيم وين الحق؟ إحنا ورقنا سليم، محدش هيعرف يمسك علينا حاجة. كلها كام يوم وعزيز هيكسب القضية وهيرمينا بره البيت ده وهنلاقي نفسنا في الشارع. انا ما قتلتش حد يا باشا. ايه اللي دخله السجن؟ الاكبر مني. الفريق دي فاسده، اي بضاعه هتنزل السوق عليها اسم قاسم السيوفي هتفتح علينا ابواب النار. اللي انت بتعمله مع الناس انا مش هبلعه يا قاسم. انا اكتر واحد اتقسم لقاسم السيوفي. يا ابني انت مديري وغير حمايتي مكشوف. والله العظيم اقول الحق. خلصت. هذا كان برومو مسلسل ضد معلوم اللي يعرض بإذن الله متى؟ بكرة. بكرة الساعة؟ الساعة كم؟ 8:30 بحول الله تعالى مساء على قناة ماسة وهي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. أسلم. والله البرومو لطيف يحمس، وإن شاء الله أني بتابعه أنا بإذن الله يا رب. أنا أول متابعين.